بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الكرام، ما زالت قراءتنا في كتاب العتق وما يتعلق به، وإن كان العتق لا يوجد في هذه الأيام لأن الدولة وفقها الله أعتقت جميع الأرقاء وقالت من يدعي شخصا فعليه أن يثبت ذلك ويأتي لأخذ ثمنه، وإلا فإن الناس أحرار. لكن ما دام تحرير الرقاب ارتبط بكثير من الأحكام الإسلامية، فمثلا إنسان حصل عنده حادث وتسبب في وفاة شخص أو أكثر خطأ، فقال ماذا علي؟ نقول عليك الكفارة عن كل واحد، وهي أولا عتق رقبة. إنسان وقع امرأته في نهار رمضان وهو صائم، فقال ماذا علي؟ نقول عليك عتق رقبة، وهي أول الكفارات. وإنسان آلى من زوجته ألا يقربها مدة كذا فرغب في العودة، فإنه يكفر بعتق رقبة. وآخر قال لزوجته أنت علي كظهر أمي، فهذا يسمى ظهار، فإذا أحب العودة فإن عليه أن يكفر، وأول الكفارات هي عتق الرقبة. فلان حلف أن يفعل كذا أو أن لا يفعل كذا وحنث في يمينه ولم يتيسر له الوفاء به، فماذا عليه؟ نقول عليه أولا عتق رقبة. فما دام العتق في مواضع كثيرة من أحكام الإسلام، فلا بد لطالب العلم أن يكون على علم ودراية ومعرفة بها، وهو من أفضل الأعمال وأجلها. فالآية الكريمة تقول فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يعني وقت جوع وفاقة وفقر، وفك الرقاب من أفضل الأعمال. فجاءت بريرة إلى عائشة رضي الله عنها وقالت إني كاتبت، والكتابة أن يشتري الرقيق نفسه من سيده، كاتبت على 9 أواق فأعينيني. فذهبت عائشة تخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها، يريد عائشة تشتريها منهم وتعتقها ويكون الولاء لعائشة رضي الله عنها. فقالت إنه مشترط الولاء، فقال عليه الصلاة والسلام الولاء لمن أعتق. وهكذا أيها الأحباب، وعندنا بأن الرجل إذا كانت عنده جارية وواقعها وحملت بما فيه خلق إنسان، سواء كان حيا أو ميتا، ذكرا أو أنثى، فإذا حملت بما فيه خلق إنسان فإنها تعتق بمجرد موته من كل ماله. وأردد من كل ماله. ما معنى من كل ماله؟ يعني إذا كان ليس من هذا الباب وأعتق الإنسان، فنحن نسأل الورثة إذا كانوا يعني العتق يزيد على الثلث، نستأذن الورثة فيما زاد على الثلث، وإذا كان الثلث فأقل فننفذ كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم سعدا أن يوصي بالثلث، وقال الثلث والثلث كثير. لكن إذا كان نتيجة وقاع وأن المرأة حملت من سيدها فهي أم لولده، سواء كان هذا الولد حي ولا ميت،
فإنها تعتق بمجرد موته لو لم يكن عنده سواها، يعني لو لم يملك إلا هذه الجارية فلا نقول الورثة هل توافقون أو لا توافقون. وقلت في بداية الحديث بأن ما عندنا هذه الأمور ولا يمكن وجودها الآن، ولكن ليعرف طالب العلم هذه الأحكام لأنها من الأهمية بمكان. والآن أيها الإخوة، قلنا بأن ابن قدامة رحمه الله ألف 4 كتب، الأول للمبتدعين وهو العمدة، والثاني لمن قطع مرحلة في طلب العلم وهو المقنع، والثالث لمن قطع شوطا أطول وهو كتابنا هذا وهو الكافي، وبعده يعني مثلا وهو أعم أطول الكتب وأعظمها نفعا أو من أعظمها نفعا وهو كتاب المغني لابن قدامة. نقرأ الآن أيها الأحباب ما ذكره ابن قدامة في الأحكام المتعلقة بالعتق والكتابة. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. وإذا الكتاب، لأنه قال في كتاب العتق، وقلنا الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، فأحيانا يقول فصل وأحيانا يقول باب ليسهل على طالب العلم المذاكرة والإلمام بالمسائل ووعيها، بخلاف لو جاء الكلام دفعة واحدة فقد لا يتحمله ذهن الإنسان وتنفرط المسائل. لكن قال هنا فصل. نعم. وإذا استولد أمته صارت أم ولد له، هي جارية من حقه أن يعني الحكم الشرعي يواقعها ثم يستبرئها إذا أراد ويبيعها ويشتري غيرها ويواقعها ويستبرئها ويشتري غيرها، يعني لو اجتمع عنده عدد كبير من الجواري، يعني عندنا الزوجات عندنا 1، 2، 3، 4، لكن الجواري أو ما ملكت أيمانكم مهما كثر العدد، بس بشرط أن يكون ذلك بعد الاستبراء، يعني لا يواقعها هذا اليوم والثاني يواقعها بكرة ولا بعده، لا لا، بعد الاستبراء لنتأكد من سلامة الأنساب وعدم حدوث أي خلل فيها. نعم. وإذا استولد، هي جارية من حقي أن يتصرف بها ببيع أو غيره، فحملت فنقول الآن أصبحت أم ولد، تباع؟ لا ما تباع. هل ترث؟ لا ما ترث، وإنما ولدها اللي الولد اللي في بطنها مثل إخوانه ينسب إلى أبيه ويرث مع إخوته، لكن هي لا ترث وتسمى أم ولد. أم ولد. نعم. صارت أم ولد له لأنها علقت منه في ملكه، علقت يعني حملت في ملكه منه، فحملت في ملكه منه أصبحت أم ولد له، لا يحق له أن يبيعها ولا أن يهبها ولا أن يتصرف في أي تصرف إلا فيما يتعلق بالاستمتاع والخدمة وما أشبه ذلك. فإذا كان الولد حيا أو ميت تصبح أم ولد، الإرث لا ترث، الطلاق لا يقع عليها، وإنما هي أم ولد بملك اليمين. نعم. وليس له بيعها، ليس له أن يبيعها، لأنه إذا باع على شخص قد يواقعها الشخص ولا يصلح أن يواقعها وهي أم ولد لذاك. نعم. نص عليه. نعم. وتكون هي وولدها منه موقوفين. نعم. إن عتق بالكتابة، إن عتق المكاتب، لأن كلامنا على المكاتب، والمكاتب وهو الذي يشتري نفسه من سيده بمبلغ على أقساط شهرية، إن عتق عتق معه، وإن عادت إلى الملك وعادت إلى الرق كان تكون معه هي وولدها، لأن هذا مكاتب أصلا مكاتب، والمكاتب رقيق ما بقي عليه درهم، فقلنا مكاتب اشترى نفسه بـ10 أقساط،
سدد الأول والثاني والثالث والتاسع العاشر، قال لا خلاص أنا وقفت، أنا أريد أرجع إلى سيدي وأصير رقيقا من ضمن الأرقة. فالأقساط اللي دفع كلها ما يكون الأثر يرجع إلى، كان في وقت دفعه الأقساط اشترى جارية وحملت منه، جارية حملت من هذا المكاتب، هي وولدها يرجعون إلى الرق، وإن عتقت عتق الجميع. نعم، عتق الولد وأمه أم ولد، وإن رق رقى، إن رق رقى، وإن رق رقى. من هم اللي رقوا يا الولد؟ الولد وأمه. وإن رقى يعني صار الرجل رقيق، رقى يعني المرأة التي أم ولد، لأنها أم ولد لمكاتب، والولد رقيق على غرار والده الرقيق. نعم، وذكر القاضي في موضع آخر أن الأمة لا تصير أم ولد، يعني لأن قلنا كتاب الكافي غالبا يذكر روايتين، لأن الذي يقرأ كتاب الكافي يكون من طلبة العلم الذين قطعوا مرحلة في البحث والاستذكار، فعلى طالب العلم أن يبحث عن الأدلة ويعمل بما به براءة الذمة. وقلنا إذا لو كانت قضية وعرضت على قاض من القضاة وحكم بها، لو لم يكن على القول الأول أو لو لم يكن على القول الثاني، فنقول حكم القاضي إذا كان متمكنا من طلب العلم فإنه يرفع الخلاف، حكم القاضي قاعدة يرفع الخلاف، ما نقول إن الإمام فلان قال كذا، بل نقدم حكم القاضي، وحكم القاضي نعمل به ونطبقه ما لم يخالف نصا، ما لم يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماع. وإذا خالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماع فإننا يعني لا نطبقه. ومثلنا مرة يا شيخ صديق، مثلنا يا بني في إذا خالف فإننا ننقضه. حكم القاضي إذا خالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماع، وقلنا الإجماع، ذكرنا قضية بأنه خالف حكم القاضي في الإجماع، فهذا ننقضه. ومثال ذلك يا بني، أحسن، إذا وجد الإنسان ما له عند مفلس فهو أحق به، يعني أنا بعت سيارتي على زيد، وزيد ما أدري أنه أمور تعبانة من حيث المادة، وبعدين قالوا لي لا زيد محجور عليه ولا رايح يعطيك فلوس، فلو ذهبت وقلت إذا ما دامت السيارة موجودة أنا بأخذ سيارتي، ما أريد، أريد أكنسل البيع، ألغي البيع. فلو قال لي القاضي لا أنت على غرار الغرماء، فهذا ينقض، لأن من حديث النبي عليه الصلاة من وجد ما له بعينه عند مفلس فهو أحق به، فهذا من الأشياء التي تنقض، لأني وجدت يعني مثلا لو أن الشخص اللي اشترى السيارة راح وباعها على آخر، راح وهبها، راح وتصرف فيها، فما معناه ما وجدت عنده، فأنا أكون أسوة، أكون يا شيخ عبد الله أسوة بالغرماء. لكن إذا وجدت عينها كذا يا شيخ تركي، الشيخ السيارة وجدت عند الباب، أقول يا أخي هذه سي بس عطني المفاتيح، أنا البيع بكنسل أبلغي. فلو قالوا لي أنت على غرار الغرماء أقول لا، لكن لو قال والله بعناها من بعته عليه، بعنا على تركي، جاء الشيخ تركي قال لا أنا مشتريها ومعطيه بعض المبلغ، أقدر أخذها؟ أقدر أخذها؟ لا، لأنه تصرف بها، فهذا مما ينقض لأنه خالف نصا. كذا شيخ أحمد؟ نعم. وذكر القاضي في موضع آخر أن الأمة لا تصير أم ولد، ما دامت أمة مستمرة أما تصير أم ولد، وإنما أم الولد هي الجارية التي يواقعها سيدها فتحمل بما فيه خلق إنسان سواء ولد حيا أو ميت. نعم. لأنها علقت بمملوك وله بيعها، وليس له مكاتبة رقيقه لأنه اعتاق، واختار القاضي أن له ذلك
لأنه معاوضة وليس له، يعني المكاتب، المكاتب عنده رقيق، المكاتب عنده رقيق، فليس له أن يكاتبه لأنه اعتاق، اعتاق هو بنفسه رقبته لم تحرر بعد فهي مرتبطة. نعم. لأنه معاوضة فملك كالبيع. وقال أبو بكر اعتاقه وكتابته موقوفان، إن أدى وهما في ملكه نفذا، نفذا نعم ملكي، وإلا بطلا، وإلا بطلا كالقول في ذوي أرحامه، يعني يشتري أرحامه ويعتقهم. نعم. والأول أصح لأن العتق تبرع فلم يصح كالهبة. نعم. ومن لا يصح اعتاقه لا تصح كتابته. نعم. من لا يصح اعتاقه ما يصح كتابته، لأنه يعني الكتابة لأجل العتق وهذا لا يصح اعتاقه، فالكتابة ممنوعة. نعم. كالمأذون وليس له تزويج الرقيق. وحكى عن القاضي، وحكي عن القاضي أن له تزويج الأمة دون العبد. ما يعني المكاتب ما يزوج الرقيق لأنه بيترتب عليه التزامات مالية، بدل ما يكون ينفق على نفسه يشتري رقيق ثم الرقيق هذه بزوجة والزوجة يجب الانفاق عليها، فمعناه تكثر النفقات، وقد يسبب هذا تعكيرا لمسيرة العتق فلا تتيسر. نعم. لأنه معاوضة. وقال أبو الخطاب له تزويجهما إذا رأى المصلحة فيه، لأنه تصرف، إذا رأى أن المصلحة يعني رأى أن هذا اللي اشتراه أراد زوجه، لأنه خاف من أن يعني يلجأ إلى الحرام وإلى الأمور التي لا تجوز، فأراد أن يكف شره فأراد تزويجه لكف الشر، فإذا رأى أن ذلك مصلحة له ذلك لمنع شره وإفساده في الأرض. نعم. لأنه تصرف في الرقيق بما فيه المصلحة فجاز كختان العبد، والأول أصح كختان العبد. الختان من الفطرة، ونقول نعمل على ختانه لأن هذا يترتب عليه مصلحة، بينما ترك فيه أذى وفيه تجمع للبول وفيه عدم يعني استقامة في موضوع الجماع وهكذا. نعم. لأن في التزويج ضررا بالمال ونقصا في القيمة، وليس هو من جهات المكاسب. قال القاضي وله أن يشتري ذوي رحمه، ذوي رحمه يعني خاله، عمته، خالته، قرابته، أخته. نعم. لأنه لا ضرر على السيد فيهم، فإنه إن عجز فهم عبيد، إن عجز فهم عبيد، وإن سدد فهم أحرار. نعم. وإن عتق لم يضر السيد عتقهم. وقال أبو الخطاب ليس له شراؤهم لأنه يبذل ماله فيما لا يجوز له التصرف فيه، يبذل ماله في شيء ما يجوز، لأنه إذا اشترى مثلا أخته أو اشترى قريبته ليس له أن يبيعها لأنها من ذوي رحمه، بينما إذا اشترى جارية يمكن يبيعها على زيد ولا عبيد ولا عمر ولا فلان، بينما هؤلاء إذا اشترى واحد منهم ما يقدر يبيعه لأنه من ذوي رحمه. نعم. هذا التعليل. ويلزمه نفقته، وعليه يلزمه نفقته للقرابة. نعم. لكن يصح أن يملكهم بالهبة والوصية أو بالشراء بإذن السيد، وعلى كلا القولين إذا ملكهم لم يعتقوا بمجرد ملكه لهم، لأنه لا يملك اعتاقهم بالقول، فلا يحصل العتق بالملك القائم مقامه، ولا يملك بيعهم ولا إخراجهم عن ملكه، لأن من يعتق عليه ينزل منزلة، ينزل منزلة جزء، جزء قسم منه. نعم. كانه يده ولا رجله،
فلم يجز بيعه كبعضه فإن أدى عتق أدى ما عليه من الكتابة عتق وكمل ملكه فيهم فعتقوا حينئذ وولاؤهم له دون سيده وولاؤهم له لهذا المكاتب لأنه هو الذي اعتقهم دون سيده لأن سيده لم يتسبب في اعتاقهم نعم وإن رق يعني رجعوا أرقا وإن رق هو فهم أرقا كعلى غراره لأنه لم يتخلص من الكتابة نعم وإن رق رقوا ونفقتهم على المكاتب لأنهم عبيده وإن أعتقهم السيد لم يصح لأنهم ليسوا عبيدا له وإن اشترى المكاتب زوجته مكاتب اشترى زوجته أو زوجة اشترت زوجها نقول ينفسخ النكاح لأن عندنا ملك بالعقد وملك بالشراء وملك العقد مقدم وملك العقد مقدم فلو أن رجلا اشترى زوجته أو امرأة اشترت زوجها فينفسخ النكاح ويبقى عندنا عقد جديد بينهم نعم أو المكاتبة زوجها وإن اشترى المكاتب زوجته أو المكاتبة زوجها نعم هي مكاتبة واشترت زوجها هو مكاتب واشترى زوجته أصبحت ملكه نعم صح لأنه يملك التصرف فيه وإذا ملك أحدهما صاحبه انفسخ النكاح إذا ملكت المرأة الزوج انفسخ نكاحها وإذا ملك الزوج المرأة انفسخ نكاحه منها نعم لأنه لا يجتمع ملك اليمين اللي هو بالرق وملك وعقد النكاح نعم ويقول عليه الصلاة والسلام فإنهن يعني في عقد النكاح عوان عندكم بمعنى أسيرات نعم وملك النكاح ولو زوج ابنته من مكاتبه فمات السيد قبل عتقه انفسخ يعني عندنا الآن رجل اشترى رقيق وكاتبه ثم رأى منه خصالا طيبة وصفات حميدة فزوجه ابنته أصبح المكاتب زوج لابنة السيد مات السيد انتقل ملك المكاتب إلى الورثة ومنهم البنت لأنها بنت المعتق فلها نصيب لأنه رقيق لا يزال ما صار ولا إلى الآن فمن هذا نقول ينفسخ النكاح بينهم لأن المرأة ورثت زوجها ورثت رقبته لأنه ملك لوالده أما لو كان حرا لأن الرقيق هو ما يملك ملك لسيده أما لو عتق فيكون عندنا الولاء فالولاء ليس للبنات وإنما للعصبة بالنفس لا العصبة بالغير ولا العصبة مع الغير وقلنا الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق فيرث به المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم أما النساء فلا يرثن بالولاء إلا من أعتقنا أو أعتقه من أعتقنا فلو أن رجلا اشترى رقيقا ثم بعد ذلك أعتقه أصبح الرقيق حرا مات المعتق وهذا الرقيق الذي صار حر اتخذ مالا والمعتق له أولاد بنين وبنات نقول الولاء للبنين دون البنات لأن النساء لا يرثن بالولاء إلا من أعتقنا أو أعتقه من أعتقنا نعم
فمات السيد قبل عتقه انفسخ النكاح، لأنها ملكته أو جزءا من أجزائه انفسخ النكاح كما لو اشترته. فصل. وإن حبس المكاتب أجنبي عن التصرف فعليه أجر مثله لأنه فوت من عليه منافع وبيتصرف وحبسه ومنعه من التصرف، يلزمه أجرته المثلي. نعم. فلزمه عوضها كالعبد. وإن حبسه سيده ففيه ثلاثة أوجه: أحدها تلزمه أجرة مثله لما ذكرنا، والثاني لا يحتسب عليه بمدة الحبس لأنه يلزمه تمكينه من التصرف مدة الكتابة، فإذا منع لم يحتسب عليها. والثالث يلزمه أرفق الأمرين به لأنه وجد سببهما فكان للمكاتب أنفعهما. وإن قهره أهل الحرب فحبسوه لم يلزم السيد إنظاره لأن الحبس من غير جهته. فصل. وليس للسيد وطء مكاتبته من غير شرط. إذا اشترط قال هذه اشترت نفسها منه وقال بشرطي أن أطع وتم ذلك، فإذا حملت تعتق بمجرد موته من كل ماله، وإذا ما حملت فإن اشترط الوقاع أن يجامعها فله ذلك، وإن لم يشترط فلا. نعم. لأنه زال ملكه عن استخدامها وأرش الجناية عليها فلا يحل وطؤها كالمعتقة. وإن شرطه في عقد الكتابة صح الشرط، صح، لأنه شرط منفعتها مع بقاء ملكه عليها فصح، كما لو شرط خدمتها مدة كما لو شرط أن تخدمه مدة سنة مدة ستة أشهر واتفقوا على ذلك بالتراضي بينهما فلا حرج. نعم. فإن وطئها مع الشرط فلا مهر عليه لأنه يملكه فأشبه وطئ أم ولده، وإن وطئها من غير شرط أدب، يعني من غير شرط واتفاق يؤدب بس ما يقام عليها الحد لأنه يعني لم يتعمد أن يكون حكمه الوقاع بالمحرم، يقام عليه حد الزنا لا، وإنما يؤدب لأنه لا يحل له مواقعتها إلا إذا شرط ذلك. نعم. لأنه وطئ وطئا محرما ولا حد عليه لأنها مملوكته ولها عليه مهر مثلها سواء أكرهها أو طاوعته، لأنه عوض منفعتها فوجب لها كما لو استخدمها. وإن علقت من الحد لا يجب لأنها مملوكته سابقا وكاتبت نفسها واشترط عليها أن يواقعها وتم الاتفاق على ذلك فليس عليه حد، لكن إذا ما اشترط فهو يؤدب لا نلجأ إلى الحد، لأن الحد قد يكون مثلا إذا كان بكرا فالحد جلد 100 وتغريب عام، وإذا كان ثيبا يعني هو سبق محصنا فالحد الرجم بالحجارة حتى الموت، فلا نلجأ إلى هذا وإنما يؤدب إذا لم يشترط، وإذا اشترط فلا أدب. نعم. وإن علقت منه فالولد حر لأنه ولده من أمته ولا يلزمه قيمته لذلك، وتصير أم ولد له لأنه أحبلها في بجزء في ملكه، والكتابة بحالها والكتابة مستمرة والكتابة بحالها نافذة المفعول. نعم. والكتابة بحالها، فإن أدت عتقت وإن عجزت عتقت بموته لأنها من أمهات الأولاد، لأن ولدت له أصبحت أم ولد. وما في يدها لورثة سيدها، والذي في يدها لورثة السيد وهي ليست من الوارثات وإنما ولدها يرث مع بقية الورثة. نعم. وإن مات السيد قبل عجزها
عتقت لأنه اجتمع بها سببان يقتضيان العتق، فأيهما سبق عتقت به وما في يدها له وما في يدها لها ذكره القاضي، لأن العتق إذا وقع في الكناية لا يبطل حكمها. لأن العتق إذا وقع في الكتابة لا يبطل حكمها، ولأن الملك كان ثابتا لها والعتق لا يقتضي زواله عنها، فأشبه ما لو عتقت بالإبراء من مال الكتابة. وقال الخرقي وأبو الخطاب ما في يدها لورثة سيدها، ورثة سيدها وهي ليس لها شيء، لأنها عتقت بحكم الاستيلاد، ليس من حقهم يبيعوها أن يبيعوها، وإنما تعتق بمجرد موته من كل ماله، من كل ماله. نعم. فأشبه غير المكاتبة، ولو اعتقها سيدها أو عتقت بالتدبير احتمل التدبير، يعني قال بعد موتي أنت حرة. نعم. احتمل أن يكون كذلك، واحتمل أن يكون ما في يدها لها بكل حال، لأن اعتاقها برضا من المعتق، رضا منه بإعطائها مالها، بخلاف العتق بالاستيلاد. لعلنا أيها الأحباب نكتفي بهذا، على أن نكمل ما بقي من مسائل في درسنا في يوم الأحد إن شاء الله. أما في يوم غد فقراءتنا في سيرة غير العباد صلى الله عليه وسلم، كما اعتدنا في مثلها من كل أسبوع في كتابنا زاد المعاد في هدي خير العباد. والجمعة والسبت كما هو متبع إجازة، ويوم الأحد نرجع لكتابنا، ونسأل الله التوفيق والسداد للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.